ماذا حدث في العالم خلال الساعات الماضية؟ وأهم الأحداث الاقتصادية حول العالم، وما هي آخر تحركات الأسواق الدولية في النفط والمعادن والعملات؟ منصات بنكير تأخذكم في جولة جديدة حول العالم لليوم الاثنين 8 يناير 2024، فابقوا معنا. بنكير، نبض البنوك. البداية كالعادة من أسواق النفط الدولية، ورفع وكالة فيتش لتوقعاتها لسعر برنت إلى $80 للبرميل في 2024. وكشفت الوكالة في تقرير صدر حديثا عن رفع توقعاتها لسعر خام برنت إلى $80 للبرميل في 2024 من $75 في توقعاتها السابقة، بالمقارنة مع متوسط متوقع عند $82 في 2023، مما يعكس على ما وصفته الوكالة باستمرار السيطرة الحازمة لمجموعة أوبيك بلس على الإمدادات. ومن المرجح أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم وفقاً لتصور أساسي $70 للبرميل دون تغيير عن توقعات سابقة، على أن ينخفض إلى $65 في 2026 وفقاً لتقرير وكالة فيتش. وفيما يتعلق بالخام الأمريكي، فقد رفعت فيتش توقعاتها لسعره إلى $75 للبرميل في 2024 من $70 في التقرير السابق، على أن ينخفض إلى $65 و$60 في 2025 و2026 على الترتيب. ومن النفط إلى أسواق الذهب العالمية، حيث يفقد المعدن بريقه مع صعود الدولار والتركيز على بيانات التضخم. وفق تعاملات اليوم الاثنين، تراجعت أسعار الذهب، إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو 2023 الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 4%. وأظهرت بيانات رسمية أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة وظفوا عدداً من العاملين أكبر مما كان متوقعاً في ديسمبر، ولكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريد أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير في الشهر الماضي. ويتوقع المستثمرون بنسبة 64% تقريبا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في مارس، وذلك انخفاضا من 90% تقريبا قبل دخول العام الجديد. وتستمر جولتنا العالمية معكم والخبر التالي حول تراجع أسهم شركات بوينغ عملاق صناعة الطائرات في العالم قبل افتتاح السوق بعد إيقاف طائرات طراز 737 ماكس 9. وجاء تراجع أسهم الشركة عقب الأخبار التي تفيد بأن إدارة الطيران الفيدرالية أمرت بإيقاف مؤقت لعشرات طائرات بوينغ 737 ماكس من طراز 9. وانخفضت أسهم بوينغ بنسبة 8% من ساعات التداول الأولى في الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية أن حوالي 171 طائرة في جميع أنحاء العالم ستتأثر بتوجيهات صلاحيتها للطيران في حالات الطوارئ، والتي تتطلب فحص الطائرات قبل الطيران مرة أخرى. وينطبق الأمر على شركات الطيران الأمريكية وشركات النقل العاملة في الأراضي الأمريكية. الخبر الأخير في جولتنا حول إلغاء شركة سوني لخطة اندماج بقيمة 10 مليارات دولار مع زي الهندية، حسب ما أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر، لتنهي عامين من الدراما والتأخير في إنشاء شركة إعلامية عملاقة بقيمة 10 مليارات دولار. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، إن المجموعة اليابانية تتطلع إلى إلغاء الصفقة بسبب المواجهة حول ما إذا كان بونيت الرئيس التنفيذي لشركة زي نجل مؤسسها سيقود الكيان المندمج. وقالت المصادر إنه في حين أن الاتفاقية الموقعة في عام 2021 تنص على أن يتولى بونيت قيادة الشركة الجديدة، فإن سوني لم تعد تريده كرئيس تنفيذي وسط تحقيق تنظيمي. انتهت جولتنا، كانت معكم هلا البشتي من بنكير، شكرا وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.